يمكن لأول مرة بتحصل إن منتخب مصر البارالمبي لرفع الأثقال بيستعين بخبرات أجنبية ومدير فني تحديدا أسباني. خلينا نتعرف عليه أكتر ونتكلم عن تجربته ونتكلم كمان اللي احنا يعني منتظرينه إن شاء الله في باريس 2024 والخطة الموضوع حتى هذه اللحظة. Hello sir, how are you? خلينا نتعرف في البداية عليه وبعد كده نتكلم في الفنيات. اسمي أندريه تشبرية وأنا المدير الفني لمنتخب مصر البارالمبي لرفع الأثقال. مهم جدا نتعرف عن تجربتك وهل هي التجربة الأولى ليك خارج أسبانيا وإزاي تقييمك حتى هذه اللحظة للمنتخب البارالمبي؟ اشتغلت في أكتر من فرق بره بلدي، اشتغلت مع بلدي الأول تشيلي وبعد كده فنزويلا وبرضه اشتغلت مع الفريق الياباني. تقييمك لمنتخب مصر البارالمبي لرفع الأثقال حتى هذه اللحظة إيه؟ طبعا منتخب مصر من ضمن أفضل 5 على العالم، وده طبعا ده كان سبب رئيسي ان انا اجي هنا ادرب وامسك منتخب مصر. الجهاز الفني متخصص من كم عنصر؟ وفي نفس الوقت برضو هل انا عندي اخصائي تغذيه، عندي اخصائي نفسي؟ ده مهم جدا ان احنا نتعرف عليه طبعا. الجهاز متكون من 4 مدربين، 1 اداري و2 اخصائي مساج و2 اخصائي علاج طبيعي، وبرضو عندنا 4 معدين نفسيين او اخصائيين نفسيين. عشان ما اطولش، انا عارفه ان عندكم تدريبات وعندكم دلوقتي طبعا جدول ماشيين عليه، بس حابه ان انا اعرف تجربتك عن مصر ايه حتى هذه اللحظه، وهل دي اول مره ليك في مصر ولا لا؟ دي المرة الثانية ليا، أنا جيت هنا قبل كده عشان أزور البلد. طبعا كانت تجربة كويسة ليا عشان أنا لقيت هنا تعامل من الناس مختلف وتعامل كويس، والناس هنا عندها يعني حتة إن إحنا ممكن نعمل أي حاجة بطريقة تانية ونعرف نتصرف وتبقى أسهل يعني. Thank you so much sir, thank you, it's a pleasure.